وتأتي جولة الكأس في إطار التواصل المستمر للاتحاد القطري لكرة القدم مع المجتمع بكافة شرائحه، حيث اختارت مؤسسة دور النجوم برج البدع في منطقة الدفنة كمحطة أولى للترويج للحدث الذي حضره سعود المهندي نائب رئيس الاتحاد القطري وعضو الاتحاد الدولي لكرة القدم، إضافة إلى نخبة من ألمع نجوم الفرق المشاركة في البطولة يتقدمهم أكرم عفيف أفضل لاعب في القارة الآسيوية وإد ماسن جونيور نجم فريق دحيل، فضلا عن نجم فريق الريان الجزائري ياسين برهيمي ومواطنه نذير بلحاج مدافع السلية. يذكر أن نصف النهائي الأول لكأس قطر سيجمع بين الدحيل والسلية يوم الجمعة المقبل، فيما يلتقي السبت السد مع الريان في نصف النهائي الثاني. غالية علينا في وايضا في الفترة الجديدة بالنسبة لها، نتمنى التوفيق اولا للفرق المشاركة، نتمنى ايضا ظهورهم بمستوى فني عالي، هذا ايضا بيحفز حضور الجماهيري ايضا للمباريات البطولة. الحمد لله، طبعا اليوم دشن كأس قطر انطلاقة جيدة ان شاء الله، اتمنى التوفيق للفرق المشاركة، اعتقد الفرق المشاركة فرق قوية راح تكون منافسة قوية، وإن شاء الله بإذن الله نشوف بطولة جيدة إن شاء الله.